أطلقت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا ثانيا من نوع زلزال 3 على شركة أرامكو السعودية في نجران. وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية ملحقا خسائر كبيرة في شركة أرامكو السعودية النفطية. ويعد هذا الصاروخ الباليستي الثاني الذي يتم إطلاقه على فروع شركة أرامكو السعودية خلال أقل من 24 ساعة. وكانت القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا فجر الجمعة على شركة أرامكو في قطاع جيزان. إلى ذلك تحدثت تقارير إعلامية عن ارتفاعات في أسعار النفط وصلت إلى 2% عقب إطلاق صاروخين باليستيين على مرافق شركة أرامكو السعودية. في خطوة اعتبرها مراقبة